أحيانا يكون من المفيد أن تكون على دراية بالأشياء الغامضة في الحياة، فبعد كل شيء المعلومات العشوائية هي من تصنع محادثة مبهرة، أليس كذلك؟ لا يوجد شيء أكثر إرضاء من مشاركة حكمتك مع الأصدقاء والعائلة ببراعة، وقد جمعت بعضا من أكثر الحقائق المدهشة حولنا حتى تتمكن من فعل ذلك. إذا استمتعت بهذا الفيديو بدرجة كافية فأخبرني، وسأقوم بإنشاء المزيد لجعل هذه أفضل سلسلة عن الحقائق المدهشة على الإنترنت. لماذا تكون أبواب شاحنات UPS مفتوحة دائما؟ هل سبق لك أن لاحظت كيف يسرع سائق UPS دائما في الشاحنات دون وجود أي أبواب أمامية؟ هذه الممارسة غير العادية قانونية تماما في أمريكا، وكل ذلك يعود إلى توفير المال والوقت الثمين. كما ترى يقوم موظف UPS العادي بحوالي 130 نقطة توقف في اليوم، وهذا الكثير من الوقت الذي يقضيه في فتح وإغلاق الأبواب، خاصة عندما تكون بعض المحطات على بعد دقائق فقط من بعضها البعض. من الناحية التجارية دائما ما يعني المزيد من الوقت المزيد من المال، لذلك من المنطقي من الناحية المالية أن تزيل الشركة الأبواب تماما بدلا من ذلك. أيضا لا يتم تزويد الشاحنات UPS بالتبريد الداخلي للسبب نفسه، لأن الدخول إلى الشاحنة والخروج منها عدة مرات لن يؤدي إلى تدفق فعال للغاية للهواء البارد. نتيجة لذلك يعتمد سائقي UPS أيضا على النسيم الذي يمر عبر سياراتهم التي لا أبواب لها للحصول على بعض الراحة التي تشتد الحاجة إليها من حرارة الصيف الحارقة. لماذا لا تنعطف شاحنات UPS إلى اليسار؟ بشكل عام ستتعرض لبحث طويل للعثور على شاحنة UPS تنعطف إلى اليسار عند تقاطع مزدحم، والأمر كله يتعلق بالأموال الصعبة والرائعة أيضا. عندما قررت UPS التركيز على القيادة الأكثر مراعاة للبيئة، قامت بتزويد الشاحنات بأجهزة استشعار خاصة، وقامت ببعض التنقيب في البيانات لاكتشاف أن عددا كبيرا جدا من السائقين كانوا في وضع الخمول أثناء انتظارهم للانعطاف إلى اليسار. اعتبارا من عام 2004 فصاعدا أصدرت الإدارة تعليمات للسائقين بالانعطاف يمينا بدلا من ذلك عن طريق إعادة صياغة الطرق المخططة مسبقا لتقليل مقدار الانعطافات اليسرى الضرورية. شهدت UPS استجابة إيجابية فورية لهذا النظام الجديد الذي يتجه باتجاه عقارب ساعة، والذي زاد حوالي 350 ألف طرد يتم تسليمه سنويا، وحوالي 10 مليون جالون أقل من الغاز المحترق، وتوفير 35 مليون دولار. ما هذا الجيب الصغير على الجينز؟ هناك الكثير من الأشياء اليومية التي ربما لم تفكر مطلقا في الغرض الحقيقي منها، وأراهن أن الجيب الصغير الموجود في مقدمة الجينز هو أحد هذه الأشياء. بالحديث تاريخيا كانت هذه الإضافة التي تبدو عديمة الفائدة إلى أحد أكثر عناصر الملابس شيوعا في العالم تعرف باسم جيب الساعة. حدث هذا في القرن التاسع عشر عندما اعتاد رعاة البقر على ارتداء ساعات الجيب الخاصة بهم على سلاسل في ستراتهم، حتى قدمت ليفيس الجيب المستطيل الصغير الذي من شأنه أن يمنع الساعات من الانكسار. مع تغير الزمن تبنى الجيب أسماء أخرى مختلفة، كل منها يصف استخداما جديدا، بما في ذلك جيب التذاكر، جيب العملات، وحتى جيب الواقي الذكري. في الوقت الحاضر لا يمكن استيعاب أي شيء مفيد، إلا أنه يظل عنصرا أساسيا في تاريخ الموضة الشهير. متى كان اليوم الأقل إثارة للاهتمام في التاريخ؟ قد تعتقد أنك قضيت يوما مملا في المدرسة أو العمل، ولكن هل يمكن مقارنته بما تم وصفه رسميا بأكثر الأيام مللا منذ مطلع القرن العشرين؟ وفقا لنتائج محرك البحث True Knowledge، تم منح 11 من أبريل 1954 رسميا هذا العنوان المتوهج من خلال تحليل حوالي 300 مليون حقيقة حول الأحداث الجديرة بالاهتمام. تمكن محرك البحث من تحديد أنه في يوم الأحد هذا بالذات من عام 1954 وقع حدثان بارزان فقط. توفي لاعب كرة قدم يدعى جاك شافلبوثم، وولد أكاديمي تركي اسمه عبد الله أتلار. إلى جانب هذه الأحداث لم يصنع أي تاريخ حقيقي في ذلك اليوم. لقد تجاوز الآن يوم 30 أبريل 1930، والذي كان يعتبر سابقا أكثر الأيام مللا بعد إعلان مذيع إذاعي في BBC لا يوجد أخبار. لماذا لا تستطيع الخنازير أن تنظر إلى السماء؟ قد تكون الخنازير واحدة من أكثر الحيوانات ذكاء بشكل مفاجئ، لكنها أيضا واحدة من المخلوقات الوحيدة غير القادرة على النظر إلى السماء.
على الرغم من أنه يمكنهم الاستلقاء على ظهورهم أو رؤيتها في انعكاس مائي، إلا أن الخنازير لن تكون قادرة أبدا على التحديق في السماء كما نفعل نحن، وذلك ببساطة لأن هيكلها التشريحي لا يسمح بذلك. يتم تطوير عضلات رقبتهم بطريقة تجعلهم لا يستطيعون رفع رؤوسهم بما يكفي لرؤية السماء فوقهم، وهذا يعود إلى التطور. تتطور معظم الحيوانات بطريقة تحسن الهروب من الحيوانات المفترسة والعثور على الطعام، وبما أن أكل الخنازير الطبيعي مثل الجذور والزهور والحشرات كلها منخفضة، ليست هناك حاجة لمثل هذه المرونة في الرقبة. هل كان الكعب العالي دائما للنساء؟ قد يعتبر الكعب العالي والخنيجري من الإكسسوارات الأنثوية، ولكن في يوم من الأيام لم يكن هذا هو الحال. بالعودة إلى القرن العاشر، كان الرجال في ثقافات ركوب الخيل في أوروبا يرتدون أحذية بكعب، وهو ما يسهل عليهم البقاء في ركاب السرج. اعتمد الفرسان الفارسيون الكعب العالي مثل هذا، وانتشر الاتجاه بعد ذلك إلى أوروبا كدلالة على أن شخصا ما يمتلك خيولا، وبالتالي كان ثريا. في نهاية المطاف، بدأت نساء الطبقة العليا أيضا في ارتداء الكعب لتأكيد مساواتهن، وأصبحت الأحذية شكلا عاديا من اللباس لأفراد المجتمع الأكثر ثراء طوال القرن السابع عشر. بحلول مطلع القرن التاسع عشر، تخلى الرجال عن الكعب العالي باعتباره غير عمليا للغاية، لكن كعوب النساء أصبحت بالفعل أكثر زينة وعصرية، لذا استمرت العادة. لماذا لا يمكنك أن تمسك أنفك وتهمهم؟ البشر قادرون على القيام بالكثير من الأشياء، لكن الهمهمة والإمساك بأنوفنا في نفس الوقت ليس من بينها. التفسير البسيط هو نفس السبب الذي يجعلك لا تستطيع الزفير بينما تمسك أنفك وتغلق فمك، لأنه لا يوجد مكان يهرب منه الهواء. لإنشاء ضوضاء همهمة يجب أن يمر الهواء عبر حنجرتك، المعروف أيضا باسم صندوق صوت، ولكن من المستحيل أن يحدث هذا عندما تكون شفتيك مغلقة بإحكام. نتيجة لذلك، قد تتمكن من الهمهمة لبضع ثوان، ولكن سيتعين عليك في النهاية فتح فمك والتقاط أنفاسك. تفضل، جربها. لماذا لا يستطيع الأطفال حديثي الولادة البكاء بالدموع؟ قد يكون هذا بمثابة مفاجأة، فمعظم الأطفال يولدون وهم يصرخون ويبكون منذ البداية، لكن المواليد الجدد لا يستطيعون فعلا البكاء بالدموع الحقيقية. هذا لأننا لا نولد على الفور ولدينا قنوات دمعية عاملة، والتي عادة لا تتطور حتى نبلغ ما بين أسبوعين إلى شهرين. تنتج الدموع من الغدد الدمعية على شكل لوز تحت جفوننا، ثم تنزل على أعيننا والقنوات الدمعية في الزوايا، والتي تعمل كنظام تصريف مفيد لإطلاقها على خدودنا، مثل كوب يفيض من الماء. العلماء ليسوا متأكدين حقا من سبب عدم تطبيق هذا النظام على الفور، ولكن معظم الأطفال يعوضونه بالتأكيد بمجرد فتح تلك القنوات. ما هو أكثر المخلوقات وحدة على وجه الأرض؟ في عام 1989 التقطت مجموعة من الهيدروفونات تحت الماء تسمى سوسوس، والتي أنشأتها البحرية للكشف عن غواصات العدو بعض الإشارات غير العادية بالقرب من ساحل المحيط الهادئ. كانت الأصوات مألوفة بما يكفي لتصنيفها على أنها أغاني حوت، لكنها كانت بتردد 52 هرتز، وهو أعلى بكثير من الحوت الأزرق الذي يغني بين 10 و40 هرتز، أو حوت الزعانف عند حوالي 20 هرتز. عندها قرر باحث في الثدييات البحرية يدعى بيل واتكنز أن يكرس حياته لتتبع هذا الحوت الانفرادي، والذي أطلق عليه اسم 52. بحلول الوقت الذي توفي فيه واتكنز في عام 2004، كان قد جمع تسجيلات لمدة 12 عاما لنداءات التزاوج التي لا مقابل لها لهذا الحوت الوحيد، الذي يعد صوته فريدا ولا يمكنه أن يجذب شريكة. لم يرى الباحثون الحوت مطلقا، ولا يمكنهم التأكد مما إذا كان 52 لا يزال يتجول في البحار اليوم. هل كانت علامات التوقف حمراء دائما؟ علامات الطريق راسخة في الوقت الحاضر، ولكن في يوم من الأيام كانت علامة التوقف ذات اللون الأحمر الفاتح الأيقونية صفراء بدلا من ذلك. تقول القصة أنه في عام 1922 اجتمعت الرابطة الأمريكية لمسؤولي الطرق السريعة في أمريكا لتحديد تصميم قياسي، واستقروا على اللون الأصفر كخيارهم الثاني. بحلول هذا الوقت كان اللون الأحمر مستخدما بالفعل في إشارات المرور، جزئيا لأن اللون كان يشير تاريخيا إلى الخطر، ولكن أيضا لأنه مصنف علميا على أنه اللون ذو الطول الموجي الأطول.
يتم ضبط الخلايا المخروطية الشكل في أعيننا لاكتشاف الأطوال الموجية المختلفة على طيف الضوء المرئي من 380 إلى 700 نانومتر. وبما أن اللون الأحمر يسقط حوالي 700، يمكن رؤية اللون من أبعد مسافة. للأسف لم تكن هناك صبغة حمراء في عام 1922، لن تتلاشى مع الوقت، لذلك استقروا على اللون الأصفر الذي له ثاني أطول طول موجي، حتى أصبح من البورسلين الأحمر المقاوم للبهتان متاحا في عام 1954. كم عدد اللعقات اللازمة للوصول إلى مركز توتسي بوب؟ لقد أزعج هذا السؤال القديم أي شخص لديه سن حلوة وعشق لتوتسي بوب منذ أن أطلقت الحلوى الشعار الأيقوني في إعلاناتها التجارية في عام 1970، على الرغم من أن العالم كما يقول الإعلان قد لا يعرف على وجه اليقين أبدا، إلا أن بعض المحاولات الرسمية تم إجراؤها لتسوية النقاش مرة واحدة وإلى الأبد. صمم طلاب الهندسة من جامعة بوردو آلة لعق صممت لتعمل تماما مثل لسان الإنسان، ووجدوا أن الأمر استغرق 364 لعقة في المتوسط للوصول إلى مركز توتسي رول. شارك 20 متطوعا بشريا أيضا في التجربة بالطريقة العادية، وبلغ متوسطهم حوالي 252 لعقة، لذلك أعتقد أن الرقم الحقيقي يقع في مكان ما بين الاثنين. بعبارة أخرى، يتطلب الأمر الكثير من اللعقات أكثر مما يملك أي شخص وقتا له حقا، إلا إذا كنت تريد أن ينتهي لسانك بهذا الشكل. كم عمر عبارة OMG؟ OMG الذي تم الترحيب به رسميا في قاموس أكسفورد الإنجليزي في عام 2011، هو بلا شك أحد أكثر الاختصارات العامية استخداما إلى جانب LOL، ولكن أصول العبارة أقدم بكثير مما تتوقع. في الواقع يمكن إرجاع الاستخدام المبكر إلى رسالة مؤرخة من أميرال بحري بريطاني يدعى جون أربوثنوت فيشر في عام 1917، ولم يكن المتلقي سوى وينستون تشرشل نفسه. كتب فيشر المقولة الشهيرة: سمعت أن هناك ترتيبا جديدا من الفروسية على تابيس، OMG، أوه يا إلهي، العتاب على الأميرالية. لو استطاع فيشر فقط توقع ما سيحدث للغة الإنجليزية في القرن 21. لماذا يتم طي قبعات الشاف؟ يمكن التعرف على قبعات الشاف كلاسيكية التي يطلق عليها رسميا توك بلانش لشكلها الأبيض الشاهق، ولكن هناك ما هو أكثر في هذا التصميم من مجرد الموضة. تختلف قصص الأصل من الحديث عن أن الطهاة كانوا يتمتعون بغطاء رأس خاص في القرن السابع لإرضائهم حتى لا يسمموا الملك، إلى حكاية واحدة أن هنري الثامن أمر طباخيه بارتداء القبعات بعد أن وجد شعرة في حسائه. بحلول الوقت الذي وصلت فيه توك بلانش إلى تصميمها المميز، أصبحت الطيات تخدم غرضا دقيقا من خلال الإشارة إلى مدى خبرة الطهي. فيما مضى قد يعرف الطاهي الذي لديه 100 طية 100 طريقة مختلفة لإعداد البيض أو طهي الدجاج. في الوقت الحاضر لا تحتوي قبعات الطهاة على الكثير من الطيات، ولكن عددا أكبر حتى لو كان 3 أو 4 فقط لا يزال يوضح مستوى خبرتهم. لماذا يتم سد منخار واحد في كل مرة؟ قد تكون إحدى أولى العلامات التي تشير إلى إصابتك بنزلة برد هي احتقان الأنف، وعادة ما تشعر بأن إحدى فتحات الأنف مسدودة بشكل مثير للريبة أكثر من الأخرى. هذا بفضل عملية تثير الذهن تسمى الدورة الأنفية، والتي تحدث باستمرار، ولكنها لا تظهر إلا عندما تكون مريضا. قد لا تلاحظ أبدا، لكنك دائما ما تتنفس بشدة من فتحة أنف واحدة أكثر من الأخرى، لأنهما يتبادلان الجوانب على مدار اليوم. ينفخ الجسم الأنسجة بالدم لفتح أحد جانبي أنفك وإغلاق الجانب الآخر جزئيا كل 3 إلى 6 ساعات حتى يعملان في دوام منتظم. يعتقد أن هذا النظام يكمل حاسة الشم لدينا، لأن بعض الروائح يتم التقاطها بشكل أفضل عن طريق تدفق الهواء السريع عبر الأنف، بينما يتم اكتشاف البعض الآخر بهواء بطيء الحركة. سيؤدي التدفق المستمر للهواء عبر فتحتي الأنف أيضا إلى جفاف الشعيرات الدقيقة وقتلها، والتي تحمينا من الملوثات الخارجية. يتم تضخيم هذه العملية الدقيقة عندما تكون مريضا، لأن فتحة الأنف التي يتم إيقافها بشكل فعال تعطي شعورا بأنها أكثر انسدادا من الأخرى. كيف تم اختراع نوتيلا؟ نوتيلا هي واحدة من الأطعمة القابلة للدهن المفضلة في العالم، والتي يمكن العثور عليها الآن في العديد من الأشكال والأحجام، ولكن بدايتها أكثر تواضعا مما قد تتخيله.
على الرغم من أن الجرة الأولى من نوتيلا غادرت المصنع في 20 أبريل عام 1964، إلا أنه يمكن إرجاع أصولها إلى الأربعينيات خلال الحرب العالمية الثانية. قرر صانع فطائر إيطالي يدعى بيترو فيريرو مزج عجينة حلوة كان يصنعها من البندق مع كمية صغيرة من الكاكاو الثمين لجعل حصته من الشوكولاتة تدوم لأطول فترة ممكنة. تم بعد ذلك تغليف إبداعه الشهير المسمى جيان دويو على اسم شخصية كارنفال شهيرة محلية في ذلك الوقت على شكل رغيف صغير، وقام ببيعه على شكل شرائح. تقول الأسطورة في صيف حار واحد في عام 1949، وهو نفس العام الذي مات فيه بيترو، ذاب منتج جيان دويو في مستودع في ألبا. لذلك قام ابنه ميشيل بتعبئته وبيعه في مرطبانات بدلا من ذلك، بعد تسمية نوتيلا بالعلامة التجارية في عام 1962. اكتسبت الحلاوة ببطء مكانتها الأسطورية، وكانت سلسلة من المصادفات العرضية هي التي بدأت كل شيء. هل تريد تحويل شكل هذا الفيديو إلى سلسلة مستمرة؟ إذا كان الأمر كذلك أخبرني في التعليقات أدنى. تأكد أيضا من إخبار أي من هذه الحقائق الشيقة أبهرتك أكثر، وشكرا للمشاهدة.